ماشي، لا تاكل هم، شغلتك رح تنحل اليوم. شو صار بالملف تبعك؟ قلت لي انه رح تبعت لي وراه عن اخوه لنينار ولهلا ما وصلني شيء. بكره بتقرا الجرايد وبتعرف مين هو. راح استنى بس لبكره. صباح الخير يا طلاب. الوزارة وبس، يعني فيكن تجمعوا تواقيكم بعدين بتقدموا طلب رسمي لمفتش الوزارة. بتصور هيك بصير اللي بدكن اياه. شكرا كثير استاذ. لا تخافي، انا ما بدي شيء منك. انا رح اتكفل بكل المصاريف، بس المهم انه فرقان يطيب. ماشي، نحن كمان بدنا هيك، الله يشفي. مجد، ممكن احكي معك شوي لو سمحت؟ طبعا احكي. ليش هيك عم تعمل مع الاستاذ علي؟ معقول نسيت شو عمل مشان يساعدك؟ لا ما نسيت، بس هو لو مو عامل شي كان بين. بعدين نحن عم نحكي عن مستقبلنا يا انسة. بدك تقنعني انك هلا صرت تهتم بدراستك ومستقبلك؟ صدقني يا استاذ علي، لو ماني مضطر ما كنت عملت هالشي. هات يعطيني اياها لشوف. ما بدي هاي اللعبة، اشترت لي اياها ماما نسرين. انا بدي لعبتي، هاتيها من ايديك. انتو ما في عندكن ام، روحوا غيروا اوعيكن. يلا خلصوني بسرعة. يا الله يا بنتي، انا ما عاد فيني اتحمل كمان، راسي صار يوجعني، خلي أمهم تاخدهم. هاي هي نينار؟ نينار؟ في شي أنا ما عم أفهمه، مين اللي قالك تعمل هيك؟ مين اللي بده يخلص مني؟ اللي أعطاني المصاري مشان أقتلك. أنت منيحة؟ إيدي عم تجعني كتير، ممكن تجيب لي تلج؟ حاضر. رجاك لا تقول لأخي إنه أهلي طلبوا منك تعمل هيك. أنت شو دخلك؟ لا تكون صرت زلمة وما نعرفانين. اسمع، عم بقول لك بالهداوة قيم أغراضك من هون، ولا تخليني إيمون أنا. استرجي إيمون. أنا اللي بسترجي ولا. تقدروا انه تطلبوا مني اي شيء، اما تحطوا ببالكم اني اترك الطلاب فهي بعيده. ما بترك الطلاب، انا قلت كل شيء عندي واللي بيطلع بايدكم اعملوه. وهلا بعد اذنكم مضطر اروح على درسي. شو هالحكي؟ شو يعني الزلمه اخذ موقف؟ طيب شو رح تسوي؟ انا تفاجأت من حكيه. بصير غريب الاستاذ علي، قال يعني بحب الطلاب. لا تشغلوا بالكم، من هون ليوم الجمعة رح خليه يوقع الاستدعاء وساعتها منشوف. والله ما شكله. إن شاء الله. لنشوف. شو صار؟ ما رح خلينا نفهم بالأول. ما حدا رح يدقق بالفترة. خلينا نشوف. شو بدي أعمل؟ إذا أهلي عرفوا شي رح يموتوني. ما بعرف، شكله ما رح تنحل. نحن اللي جبنا على راسنا البلوة. طب جربوا حكوا مع المدير، بلكي هو بيقدر. المدير إذا عرف رح نبتلي. المصيبة إذا عرفت أمي رح تعمل لي حفلة مطنطنة. الله يستر وما يصلح خبر، لأنه رح تقلب الدنيا علي. شو صار؟ السوبرمان تبعكم ما ساعدكم؟ دوبو يساعد حاله لحتى يساعدكم. هاي إذا ما تقلع. لك إمتى ناوي تاكل هوا؟ خلاص يا كلب. يا شباب، إجا الأستاذ. كل واحد على محله. العم شو رجعوا هاد؟
ارجعوا لمكانكم، في شي لازم احكيه قبل. ارجعوا لنشوف شو بده الاستاذ. الاسبوع الماضي ما كان سهل علي ابدا، بس يلي عن جد زعلني انه حضرتكم صدقتوا الحكي يلي طلع وما حدا كلف خاطره يسالني. الشخص يلي بده يسكر عيونه عن الحقيقه انا ما فيني يفتح له اياها اذا هو ما بده. بدي منكم تفتحوا عيونكم. من اول ما اجيت كنت صريح معكم، وهلا انا صريح. شخصيا انا ما فيني بهي المدرسه غير اني اكون اخ للكل، وما عندي طريقه تعامل ثانيه. فيا نحن اخوه يا اما لا. هذا هو الشيء الوحيد اللي بدي اياكم تصدقوه. شو قصده؟ ما فهمت. اعطيني اياهم لو سمحتي. ممكن تطفي الضوء؟ شو رأيك انت؟ انا بقول عم بكذب. معقول هالشي؟ تمام، هلا كل شيء صار واضح. ظلمنا للاستاذ. لا مو معقول، صرنا بنعرف هلا. شكرا كثير على مساعدتك. المهم انه تستفيد. اكيد، بس ضروري اشكرك على دعمك. انا عملت اللي لازم اعمله استاذ. انت الوحيده اللي ما شكيتي باخلاقي. انا بستمر بالشغل بالمدرسه لما بيكون في انسه محترمه مثلك. تسلم، ولازم تعرف انه هالشعور متبادل. استاذ، هي لقلك من السكرتارية، خبروني اعطيك اياها قبل ما تروح على الدرس. شو في استاذ؟ هذا الخبر بخص ابوها لنرجس. تأزمت حالته ومات. كل مرة بخلونا ناطرين وما حدا بيعدل الا ما يوقع. شو أنا ناقصني سيدي؟ بدك ما تدقق بعد هالعمر ساوي هيك. يي شو بتلعي؟ نرجس؟ ما فهمت. ما بعرف. ممكن تجي معي؟ شو في أستاذ؟ نرجس هلا اتصلوا من المشفى. بابا ليش عم يشوفي؟ قوموا شوفوا شو بها. بابا شوف نرجس، اكيد في شيء. قوموا شوفوا شو صاير. ليش عم تبكي؟ خير ان شاء الله. دخيل الله هالمدرسه. قوم خلينا نشوف. قوم اطلع معي. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. شو فيني أعمل بعد ما رحت وتركتني؟ لقد حق أنا ما ضل لي حدا. أكثرهم فهم لا رح طيب. جعلنا في بابا أعناقهم أغلالا فهي إلى أشتقلك. العمر إلك، البقية بحياتك بنتي. حياتك الباقي الله يطعمه الجنة. شكرا. العمر إلك يا بنتي حبيباتي يا أحلى أخوات بالدنيا.
تذكري إنه مكانك معنا بنتي، إمتى ما بدك بتقدري تجي. أمشو. العمر إليك. الشباب كانوا بدهم يجوا بس عم يدرسوا للامتحان. المهم إنه أغلى رفقاتي إجا، واللي ما إجوا الله يعطيهم العافية اتصلوا على التليفون. نرجس المسكينة عم تعذب وهي بعدها صغيرة، الله يكون بعونها شو فيها تحمل بهذا العمر. يا حرام يا حرام، هاي ضلت لوحدها هلأ. حسنية أنا بعرفك من زمان كتير، يمكن تقليلي إنه هلأ ما أنا وقتها، بس أنت شو رأيك إنه أحسن ما تضل نرجس لحالها تلاقي ابن الحلال وتعيش معه؟ ومنو هذا عريس هالغفلة؟ بيكون ابني. أسماء، يعني أنت من كل عقلك عم تحكي؟ هذا الحكي ما بينقل بالمقبرة، عيب عليكي. شو ما ضل عندك عقل؟ خلاص خلاص اهدي، بس كنت عم بقترح. شو صار يعني؟ استاذ نحن مضطرين نروح، في عنا امتحان الاستاذ كمال وانا ضروري روح المدرسة. انا مشغول شوي بس اذا بدك ياني ضل معك بضل. ما في داعي استاذ، خالتي حسنية موجودة معنا. نوريني لأني ما بعرف شو لازم جاوب أبداً، عن جد أنا متوترة كتير. يمكن يطلع هاد. معقول ما بعرف شكله هاد. سؤال طويل. خلاص انسوا شو أول مرة يعني. هيك صح؟ بهاي الطريقة بس خلينا نجرب. طيب. إيه صعبة شوي. أنا ما عاد فهمت. احتمالات بس. شو أولها؟ يمكن زبطت. أنا هلكت من كتر الامتحانات والمذاكرات البايخة. لسه. بتقول يا زلمة مستقصديني كتر المذاكرات علينا؟ طيب شو عملت؟ هلأ بشوف عن جالة. إذا في عندك شي مصلحة تانية. لا تخلي خلينا نشتغل متشابهة. منعزف موسيقى. والله صعبة. تخيل انك عازف مشهور كتير والكل بده يضرب لك تحية. حبيبي الطنطنة على الجيتار ما بتعمل عازف مشهور. خلصنا. الروك مانو طنطنة، الروك هو روح العصيان، الروك ضد هالعلاك وضد هالحياة وكل شيء. يا اخي بكفيني انه ابي ضدي. يلا قربت خلص. وفي وفي خليني شوف. سنبو دنيا بتسنبو رياء، ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Hepsini ما بتنحل معي. شو؟ شو يا شباب؟ أنا خلصت. وهلأ جهزت. أستاذ وفر يلي بدك تقوله لأنه ما بيهمني أبداً. حضرة المدير فينا نحكي؟ تفضل. ما بدي توصل القصة انه نبعت مراد ورفقاته على مجلس تأديبي، الخناقة اللي صارت بسببي انا. صحيح، الذنب كله ذنبك انت. انت صغرتني قدام المدرسة وهيئة المدرسين. بس انا ما كان هيك قصدي. لا سيدي قصدك بعد كل اللي عملته معي بدك وقف معك وافق اني اعفي عن الطلاب؟ كمان انت شو دخلك؟ شو الطلاب كاينين من بقية اهلك يعني؟ هدول طلابي وانا مسؤول عنهم. اذا كان هيك فانا راح اعطيك حلين، يا مراد ورفقاته بينحالوا على المجلس التأديبي، يا انت بتروح من هالمدرسة للابد. ما بتقدر تعمل هيك شيء، انت مو مخول. بعمل هيك واكتر، يعني بالحالتين المفتشين جايين ورح يصير اللي قلته. رغم هيك أنا هلأ عم بعطيه فرصة ليحفظ ماء وجهه، يا بيتقلع يا بيروح لحاله. ألو جدو تعال المدرسة هلأ. خليك بورقتك.
سؤال اثنين. عمي ما كان في داعي تجي. في داعي ابني في. شو اللي خلاك تجي بدون ما تقلي بابا؟ راح أقول لك شو. أنا تاركك لحالك وما عم بتدخل فيك أبداً. لما قررت أنك تاخد طريقك قلت خليه يعمل اللي بده إياه، بس أنت متحطت على علي كأنه في إلك معه تار قديم. لازم تعرف أنه ما فيني ضل ساكت على هذا الشيء. صدقني هاي القصة إلها علاقة بالشغل بس مو أكتر. صدقني أنا بعرف أفصل بين الشخصي والعملي. أنت بزمانك ما رحمت أبوه لعلي وهلأ أجد دور على علي. أنا ما بربط شي بالماضي لأعمل هيك، وكمان بعتقد أني قلت لك اللي صار بيني وبين أبوه لعلي أكتر من مرة. طالما أنت عم تتصرف مع علي كأنه في بيناتكم حساب، طبيعي اعتبرك عم تنتقم. إذا بدك تضلك عم تتعامل مع علي بهي الطريقة، صدقني أنا اللي رح أفتح الدفاتر القديمة هاي المرة ورح خلي علي يعرف كل شي كان مخبى، ووقتها بكل شي رح يروح من إيدك للأبد. حياتك رح تنتهي بلحظة. عن إذنك حضرة المدير. بابا بابا لا تعملها. على شرط لا بقى تقرب على علي وتركه يتصرف مع الطلاب بطريقته. الحياة تغيرت. هذا الزمن يا ابني ما عاد يتحمل الأساليب القديمة تبعت الأشخاص اللي كانوا يمسحوا لك جوخ. انت بتعرف منيح وين نايمين هلأ، وإذا عن جد ما عم تفكر انه تنام جنبهم يا ابني فعمل اللي عم يقوله بالتي هي أحسن. القرار إلك، بس بتمنى أشوف نتائج هالقرار بأسرع وقت. طيب طيب طيب. هات الراشد بسرعة. اوعى تتحرك استاذ. والله ما في شيء. هات الرشيدة لأشوف. ما بتعرف إنه ما حدا بيقدر يغش بصفي أبداً؟ أغبياء. هدول مو للنقل، هدول تلخيص بس. وقفوا. لا الورقة لا يخلص الفحص رح حيلكن على التأديب. وليش المشاكل كلها شقفة مذاكرة؟ ما بتستحي على حالك لحتى تضحك هيك؟ نزل عينك برا ولك. ما رح أطلع أستاذ، طلعني إذا بتقدر. اسمعوا. لا خير، عم بسمعك. شو بدك؟ لا روق، دير بالك. يلا كملوا وبلا صوت. خايف اشغل قبل الاستاذ علي. هلا روح هلا بنلتقى برا المدرسه. شوفي ليش حسن طالع من المدرسه كانه هربان. فيك تقول انه عم يعاني من ستريس، بتعرف هذا مرض العصر. اتركه بحاله، مانو بحاجتك هلا. لا تزعجه. ليش ما وصلنا خبر لهلا؟ هو عرف اسمه، قال إنه رح يخلص هاي القصة بعد يومين. اتصل هلأ لشوف. طيب. مرحبا. أهلين نينار. الصبح طلعتي وما شفتك، ليكون رحتي لعند نوار؟ لا أبداً، كنت بمكان تاني. وين كنتي؟ في إلكن عندي خبر كتير مهم. أنا لقيت أخي، أخي الحقيقي. قلتي أخوكي؟ شو هالبني آدم هاد؟ لا إمتى بدنا نضل عم نتحمله؟ أنا يضربني كف لإلي؟ هلأ خلص بكفي هالقد، لا تحملها. أنا هاي المدرسة ما عاد فيني ضل فيها، أحسن ما أبتليلي بشي أستاذ. خلص بقى أهدى شوي، الكف اللي أكلته ما رح يمرق هيك. خلينا نقعد ونحكي هلأ تمام؟ شو هالخبر الغريب بنتي؟ شو بده بعد كل هالسنين؟ يعني ما كان في لازمة تعرفيه. الفضول.
حركني، يعني هذا أخي وحقيقة أعرف وينه وشو عم يعمل. طيب وين لقيتي؟ قصدي أخوكي. أنا دورت شوي ولقيته بسرعة. أخي بيكون، قصدي إنه بعد ما تركني تبنته عائلة مهاجرة لكندا وأخدته معها لهنيك، يعني صار له سنين عايش هنيك، حتى صار متجوز وفي عنده أولاد. أنتي حكيتي معه يعني؟ هو حكى معي، بس للأسف ما اهتم فيني أبدا، على الأغلب إنه ما بقى في شي بيربطنا سوا. قلت له لما تجي على تركيا خليني أشوفك، شكله مو سائل أبدا. قال لي الأحسن لقلنا إنه نضل بعاد، وسكر بوشي. نحن أهلك منار ولا يهمك. يا بنتي نحن هلأ عائلتك الحقيقية وبس. شوفي حالتي هلأ بهدلة. هلأ هيك بهدلة؟ أنا حاببتك إنه تعال بقى، لازم تصير بني آدم. كنت عم تصيع مثل أي شب وانتهينا. أنا عن جد حابة جوزك. خلص أمي، طيب رح أعمل اللي بتقولي لي عليه. يا ابني أنا بدي تتجوز وتبني عيلة. أنا عم أقدم لك كل شي بتطلبه حبيبي، والحمد لله اليوم أنت قادر تتجوز. بعرف ماما بعرف. طيب ها صحيح تعبت لعملتون، بس المهم انك انت ترتاحي. يعطيك العافية خالتي، لولاكي ما بعرف شو كنت عملت. نرجس في شي بدي قلك اياه، بس يمكن مو وقته. لازم تعرفي هالشي لانه بخصك. في حدا طلب ايدك مني. اسماء خانم حابة تجوزك لابنها. غالي حسنية شو عم تقولي؟ يعني الوقت ما انه مناسب. انا قلت لها هالشي، بس هي برأيها إذا تجوزتي رح تتستتي ويصير عندك أولاد وما رح تضلك وحيدة، وفوق هالشي هنن وضعن المادي كتير منيح. خالي حسني الله يخليك لا تفتحي هالسيرة، أنا ما بدي أتجوز هلأ بنوب. تفضلوا أهلين. البقية بحياتك يا بنتي. الله يسلم عمرك. تفضلوا. يعني بتعرفي البنت بعدها زعلانة على أبوها. ستي جيتاري بمكانه؟ ليكو جنب الفترينة. لك أنت شو قصتك؟ ليش ما إجيت على الجنازة يعني؟ نرجس رفيقتك بالصف وما إجيت. كنت مشغول ستي. شو بو وشك؟ مين ضربك على تمك هيك؟ طرقت بواحد على الطريق. مبيني إنه حدا ضربك. لا ما حدا بيسترجي. كنت اهتم بالميتال مثلك. لا تقلي انك كنت تعزف. طبعا. استاذ مساء الخير، فيك تستقبليني بهالوقت؟ تفضل استاذ. الموت حق علينا كلياتنا. صحيح هو مات، بس هلأ هو عايش بحياة تانية أحلى بكتير. نرجس أكيد رح يجي يوم وترجع تلتقوا مرة تانية، لأنه الله بيحبك ورح يخليك تشوفي أبوك بالآخرة. أستاذ أنا بعرف، بس لهلأ ما عم صدق أنه مات وتركني. بعرف أنه هذا الشي صعب. الموت حقيقة وهو خير، لأنه هو بابنا الوحيد للحياة الأبدية، وهي نعمة من الله ولازم إنه نحمده. ما في غير رب العالمين بدوم يا نرجس، والحزن أكتر من هيك هو مضيع للوقت وبس. ابكي بس أوعك إنه تطولي كتير، في شغلات حلوة برا ناطرتك. شكراً كتير أستاذ، أنا كنت بحاجة لأي حدا يحكي معي. اسمعيني نرجس، انتي بتعرفي رقمي، اتصلي بأي وقت بتحتاجيني فيه، وإذا بدي خليكي كم ليلة عند حسنية خانم بتتونسي فيها شوي. لا ما بدي. مثل ما بدك.
تذكري دائما فيك تتصلي فيي ايمتى ما بدك. كورت كوبيان طلب من عمه يشتري له جيتار بدل البسكليت، وهيك بلش بالجيتار. نرجس هي مسكينة عم تعذب. نيرفانا بعتبرها أهم فرقة عندي. إيه والله عن جد يا ريتو ما انتحر. إذا كنت بتحب تعزف جيتار عن جد فيك تجي على البار تبعي، عندي فرقة حلوة فيك تعزف معهم. عم تحكي جد؟ عن جد إنك خيلة. إمتى بتحب إجي؟ الليلة عندي حفلة حلوة كتير، إذا بدك فيك تجي. آه راجع. تفضلي خدي راحتك. عن جد؟ فيني أعزف معي؟ إيه طبعا فيك. رح تشرف. شكله عندكم ضيوف، ما بدي أتطفل. كلياتنا أهل، فوت تفضل. مرحبا. بصراحة أنا كنت جاي أحكي مع حسن، فينا نحكي شوي؟ بيناتنا ما في حكي. اسمعي ستي، لا تستنيني، رح طول. بشوفك. طيب أمي صار لازم نقوم. زعلك انتي ونوار طول كتير. الزواج لازم ينبنى على الثقة، وطالما ما بده يثق فيني ما رح نستمر. بكرة رايحة انجلترا، يمكن اذا بعدنا شوي نقدر نرتاح ونفكر. شوفي بنتي لازم تعرفي وينك يا بني آدم. يعني أنا لهلأ مالي قدراني أفهم بشو عم تفكري. شو يعني خربطت ورحت ورا الزلمة الغلط؟ هو صدقني بشي ما بده. طيب وينه هلأ؟ هو لساته بحبك يا بنتي. بكندا؟ لازم تصالحيه. حاولت بس ما قبل صدقيني. لكان اتفاقيتنا التغيت. شوف كاظم، أنت ما شفتني وما سمعتني وما بتعرفني. هو لساته بحبك. شكله مو سائل أبدا. إلا ما يفهم عليكي. ما في عندي طريقة تانية مشان أضمن رضا أمي. يا مجنون، في حدا بيتزوج بنت ما بيحبها بس مشان يضمن مصاري أمه؟ أنا طلبت منها مصاري مشان أفتح محل أكبر وما عطتني. شو بدي أعمل؟ بدي داريها. ومشان البنت شو رح يصير فيها؟ بهمني أخذ مصرياتي بس والباقي ما بهمني. ببقى بشوطة برجلي وبقلع من حياتي. مساء الخير. أوه حسن؟ يا أهلين. اسمعوني شباب، بعرفكن على جيتاريست الفرقة الجديد. استنى، انت شو قصدك بالضبط؟ صحيح، فرقتنا في عندها جيتاريست. انت حضر لي جيتارك وهلأ لاحق. اسمعوا، هذا الشاب رفيق البنت اللي رح اتجوزها، عاملوه منيح
وحببوه بالمكان لأنه أنا رح استعمله لوصل للبنت. جيت لأنه مشغول بالي عليكي. أنا منيحة. طيب فينا نحكي شوي؟ وين كنت كل هالفترة بالله؟ كنت بحاجتك وين كنت؟ نرجس أنا قصرت معك ماشي؟ بس هلأ حابب أني يكون جنبك. إذا جاي لأنك شفقان علي فأنا ما بدي. خليك برا لأنه شفقتك بتأذيني. فاجأتني كتير اليوم، برافو عليك. شكرا، وأنا انبسطت. حلو، غنيتي كتير حلو. بالمناسبة أنا حسن. أهلين. حسن، تعا، رح أقبضك. يا معلم خيلة، ماني مصدق اني اليوم عزفت وقبضت مصاري. اي صدق، بس لا تشوف حالك علينا ها. والله لسه بكير. شباب ناموا منيح هاد اليوم، عن اذنكم. مع السلامة. السلامة. نحن رح نسهر شوي، بتحب تجي معنا؟ مجد انت روح هلا وانا رح اسهر معه. طيب. سهران برا ولا كأنه عنده مدرسة أبدا. طيب ليكون الموضوع فيه سرقة شي بيت؟ إذا خايف فيك تنزل. لا ماني خايف. استنوني شوي. هيلين؟ العمى، اللقطت، شو فينا نعمل؟ تفي، علقنا هيك. في سهرة اليوم.
sad baba ıslak yollar gibi sen ve ben çılgın sular gibi sen ve ben göçmen kuşlar gibi sen ve ben ama çok yalnızız yalnız yaşıyoruz bak umarsız hayata karşı anlamsız söyle bana يا رب احمي هالولد وين ما كان ولا تضيعه مني لك انا رح اجن اذا بيصير له شيء لهالولد لك شو اخرك لهلا قول في ختيارة ناطرتك كنت عم بسهر يا سلام وشو هالسهرة هي اللي مدوختك تركيني بحالي كيف بدك يعني اتركك فسر لي اياها شو نسيان انه ابوك وامك تركوك عندي امانة هن ما حطوني امانة هن اردفوني من خلقتهم مشان يصيعوا على كيفهم جبتي لها دخيلك مليان منه بس اول مره بشوف مثل هذا الموديل خلصيني انت كل شيء بفاجئك حاسك متضايق شو بك لا ما في شيء امبارح في شيء زعجك نرجس مو هيك شو استاذ مرحبا شباب اهلين اهلين نرجس مو هون لا استاذ اليوم ما اجي طيب حسن اجا ما اجا كمان خير ان شاء الله استاذ كمال استاذ اذا عندك وقت بدي احكي معك بخصوص طالب ممكن تفضل استاذ شو الموضوع حسن من وقت الحادثه ما عاد اجى على المدرسه بنوب ايه قصدي لانك ضربته كف هو صار يكره المدرسه يا سيدي بالناقص منه هيك اريح لنا لا ما بيصير هاي الفتره صعبه عند الطلاب بهالعمر هذا سن مراهقه اي حركه صغيره ممكن تاثر على نفسيتهم والمطلوب كيف بحب السيد علي انه نتصرف مع الطلاب يا استاذ كمال انا ماني جاي نظر طيب اخي طيب انا بعرف شغلي والطالب بيستاهل كف وانت روح شوف حالك هذا الطالب كسلان احسن اذا بطل بلاقي له شغلي تاني اذا ابوه وامه مو سألين انا رح اجي اسال يعني شو هاد يا ماني فهمان ليش هيك تصرف الأستاذ كمال هيك أسلوبه عنيف وهي أول مرة بيعمل هذا التصرف كيف يعني؟ قبل ما تيجي أنت على المدرسة كان دائماً يضرب الطلاب حاولت أحكي معه كتير نبرل لساني وأنا عم قله هذا الشي غلط بس طناش لازم حدا يجبره أنه يوقف هذا الأسلوب حكيت أكثر من مرة مع الطلاب اللي أكلوا قتلة المدير منع الأهالي من أنه يقدموا شكوى عليه في عالم قدمت شكوى وفي عالم خافت نحن مشكلتنا مو الطلاب إذا ما قدرنا نفهم ليش الأستاذ كمال عم يتصرف بأسوي فالحكي مع الطلاب ما رح ينفعنا القصة مو بس حسن هذا بيأثر على الطلاب التانيين طيب أنت شو ناوي تعمل؟ الأستاذ كمال مانو طالبك يعني صعب أنك توجهه سلام يا شباب سلام سلام هيلين ناوليني الريشة من جنبك هيلين ناوليني الريشة من جنبك
شو صار لك؟ مو شايفني مشغولة هلا؟ لا تواخذينا بلينا يكتر خيرك. حسن. خير طارق. تعا معي. ألو عائشة؟ حياتك الباقية يا عمي عارف، أكيد بتشرف. تعا بكرة. الله معك. وين طيب؟ إذا حابة أنت كمان بتقدري تيجي لعنا، أنا أمك إلك كمان. الحياة معك أحسن لي من هالوحدة بكتير. إيه شو أخبار الفرقة؟ إن شاء الله ما في مشاكل. لا ما في، عم نشتغل. عندك حكي حابب تحكي لي إياه؟ مثلا عن الفرقة، كيفك أنت وهيلين؟ يعني شو بدي أقلك؟ ليش مستحي يا ابني؟ خليك رجال، بعدين إذا ما حكيت لأخوك طارق لمين بدك تحكي؟ عجبتك البنت ما؟ بس هي ما عم تتطلع فيني. هي ما بتتطلع، أنا بعرف اللي مثلها منيح، بس إذا كان بدك بخليها تحبك. أخي عن جد عم تحكي؟ لكن شو مفكر؟ عن جد؟ أنت ما في منك. بس بدي منك شغلي تعملها من شاني، اتفقنا؟ شو هي أخي؟ مرني.